إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور. فعقيدتنا أن الساعة آتية، وأن الناس محاسبون على أعمالهم، فسعيد وشقي، داخل في الجنة وداخل في السعير. والله عز وجل أكثر من ذكر ذلك في كتابه الكريم، ذكر الثواب والعقاب والجنة والنار، والتذكرة بيوم القيامة تذكرة وتبصرة. قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فأكثر الله عز وجل من ذكر يوم القيامة والجنة والنار والعقاب والثواب ترغيبا في الصالحات، وتحذيرا من المعاصي والسيئات، حتى يلقى العبد ربه يوم القيامة على خير حال وأحسنها. فيوم القيامة يا عباد الله يوم عظيم، أحواله شديدة وأهواله فظيعة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فهو يوم عظيم، أهواله شدائد، وأحواله عظيمة، وذلك يا عباد الله لما يحصل فيه من أحوال وأهوال، من تفطر السماء وانشقاق الأرض وتغير الأحوال، ونزول الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. فهو يوم عظيم بأحواله، ويوم عظيم بأهواله. يحشر الناس في ذلك اليوم العظيم حفاة عراة غرلا بهما، الرجال والنساء، الصغار والكبار، العبيد والأحرار، كلهم على صعيد واحد، ويقفون على أقدامهم مقدار 50,000 سنة من غير شراب ولا طعام، وتدنو منهم الشمس مقدار ميل. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يصل العرق إلى ترقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والعياذ بالله. ومنهم من يكون في ظل الله
وفي ظل عرشه على حسب أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. ويطول بالناس الوقوف حتى يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا عند الله في فصل القضاء، فيذهبوا إلى النبي تلو النبي وكلهم يعتذرون ويذكرون ذنوباً، ثم ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي وأمي أنا لها أنا لها، فيسجد سجدةً عند الرب جل جلاله، فيُفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعرفها في هذه الحياة الدنيا، سجدةً طويلة جاء في بعض الروايات أنها كجمعة، أي أنها كأسبوعٍ كامل في مقدارها. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون الشفاعة العظمى التي يحمده الخلائق أجمعون. فيأتي الرب جل جلاله على ما يليق بجلاله حتى يرسل بين الناس بالقضاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. فينزل الرب جل جلاله ليفصل بين الناس بالقضاء، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش العذاب الحساب فيعذب، ومنهم من يقرر على عمله وهم الكفار، ومنهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وفي هذه الأحوال يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء ربك والأملاك قاطبة لها صفوف قد أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها قد أهالت من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. ومن أحوال يوم القيامة يا عباد الله يوضع الميزان إظهارا للعدل وبيانا لعدالة الرب سبحانه وتعالى، فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن الناس، ميزان عدل ولا يظلم ربك أحدا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن أحوال يوم القيامة العظيمة تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه نجي، وآخذ كتابه بشماله شقي. قال سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما فريق التعاسة والشقاء فآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ومن أحوال يوم القيامة وهو من الأحوال العظيمة وضع الصراط على ظهر جهنم، كما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا،
فينصب الصراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من الجمرة. يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تخدشه الكلاليب فينجو، ومنهم من تخطفه الكلاليب في نار جهنم. وبعد الصراط يا عباد الله يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك بعد أن يذبح الموت على هيئة كبش. فهذه يا عباد الله شيء من أحوال يوم القيامة وما يكون فيها. فعلى المسلم يا عباد الله أن يعتني بهذا الأمر، وأن يعلم أن له يوم سيقف بين يدي الله عز وجل حساب، إما عقاب وإما ثواب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.